لكن هناك آلام للبركة، وهناك آلام تدمر الإنسان وتقضي عليه جملة وتفصيلة، وهي الآلام التي من أجلها أتى الرب يسوع المسيح له كل الأمجاد من سماء المجد ومن حضن الألوهة إلى عالم الإنسانية، يلقبه أشعياء وهذا حق وحقيقة رجل أوجاع، مختبر الحزن، مختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا. فالمسيح حمل آلام البشرية جمعاء في جسده على عود الصليب، والأمر الرئيسي الذي جاء لأجله لكي ينزع شوكة الموت والخطية من خاصرة الإنسانية التي سقط فيها آدم بعصيانه على الله، جاء المسيح مرجع الحقوق ليرد الاعتبار للإنسانية وليرد المجد للآب السماوي تبارك اسمه. صلب يسوع بين غصين، وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين.